عشان يبقى يلعب من غيرنا كويس. خوايم يا حاج جيت لي خوايم. ايه موضوع خوايم اللي انت يعني منور بالسيف؟ ايه ده؟ مين الناس دي؟ دول بوابين الشارع عندنا، بس ايه اللي جابهم هنا دول؟ ياه، وانت طالبه حاجات كتير قوي كده من السوبر ماركت؟ حاجات ايه؟ انت هتستخبى زيي؟ دي اكيد عمايل معظم. تشوش مميزه. اسكت خالص والنبي يا حاج جيت لي، لا اصلا مش فاهمه منك ولا حاجه، والكلمتين اللي عماله ادقهم لك من الصبح هم دول بس اللي حافظاهم. بقول لك يا سعدو، لف وارجع ولا ايه؟ لف لف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التاكسي اللي واقف ورانا ده؟ ايه ده؟ شخشخ عشان تعدي. حاضر سنيور. لذيذ قوي يا سعدون بجد. موضوع حلو عجبتك؟ بص يا سعدون، انا هديك فرصه اخيره تعمل حاجه واحده ذكيه في حياتك. سلمني المندوب الصيني اللي معاك، وانا وعدك ان انا هنسى اللي انت عملته وهخرجك بره دائره الانتقام بتاعتي. سعدون ما تسمعش كلامه، ده جوزي وانا اللي مربياه، واطي وتعبان، هيبيعك مع اول فرصه. غريب، افتح الطريق يا غريب، بدل وديني هنيمك على الرصيف النهارده. وايه الجديد في اللي بتقوليه؟ ماني طول عمري نايم على الرصيف، هو انا يعني كنت بلف في المريض؟ خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى، دي مهمه. مازو، هو عم غريب ملون الكوزه كده ازاي لو سمحت؟ سعدون مش وقت هزار خالص. بقول لك ايه يا مازو، 10% من المكسب وهنسلمك المندوب الصين. ده 10% ده عند خالتك في الجنينه. طبعا عند خالتك في الجنينه، يعني ايه؟ احنا هناخد 2.25% وهنديك المندوب الصيني بالعربيه. 2.25 ده عند خالتها في الجنينه. انسى. غريب، عايزك تجرش لي العربيه دي باللي فيها. لا، واعمل حسابك عايز نبطشيات حراسه عليهم لحد ما التحدي يخلص. عينيا. لا لا، والنبي يا مازو، والنبي يا مازو، انا عندي فوبيا السيارات المغلقه يا مازو، هموت فيها يا مازو. مازو انا حامل. لا يا مازو، مازو انا حامل. يا مازو انا حامل. غريب، وقف لنا تاكسي. يا دي التاكسي. بس مش هنسيبه. هنعمل ايه؟ هنروح وراه المؤتمر. وقف لنا تاكسي. يلعن ابو التاكسي، انا من صباحيه ربنا وقف تاكسي يا غريب، حاسس بالتاكسي يا غريب، انا شجع عمري بيضيع في التاكسي. بقول لك يا غريب، هتوقف تاكسي ولا ترجع تقعد على الدكه قدام العماره؟ تاكسي. وبعدين يا جماعه، وبعدين دي خامس مره نعدي والراجل ولا لمحنا حتى. يا مستر وسيم، الحمد لله ان خامس مره العربيات دي تمشي. ده ما بيرمش حتى لو يكون مات. انت متاكد ان ده هو يا بسيوني؟ يا ست هو، والله العظيم هو، وصورته اهي. سينيور ستانجليني، المندوب الايطالي واهم واحد في ايطاليا مهتم بالعربيات الفانتج. فلامانك ايه وريك فور ايه اللي بيفطر بيها دي؟ فلامانك ايه يا غبي؟ فانتج يعني العربيات الكلاسيك القديمه. يا راجل بقى كلاسيك بلا نقيله. مش فاهمك انت، انت بيئه طحن. طحن؟ والله انا طول عمري بسمع البنات بيقولوها كده، مش عيب يعني. يا راجل اقعد. نبا بسيوني ده راجل ايطالي يا حبيبي، كان ممكن نخش عليه بتيتزايا بطبق مكرونه بدل التهزيق اللي احنا فيه ده. على فكره يا جماعه، هو مش واخد باله مننا عشان هو ماسك الجرنان، احنا لازم نشد انتباهه. ايوه نشد انتباهه ازاي يعني؟ نرقص له؟ نعلي التسجيل. تسجيل؟ مش هتفرحينا بقى وتقولي انت منين؟ خلاص يا بت. ماشي، وادي التسجيل اهو اهو. يو اهو قفلته. مفيش فايده يا جماعه، الراجل مش شايفنا اصلا. مسيوني، الخطه البديله. اكسر عليه. عناية. معقول الكلام ده؟ احنا عايشين فين يعني؟ مش ممكن يعني. معقول ابدا. تعالى يا حبيبي. اوه من كده؟ طبعا ما انت مش دافع فيها حاجه، والدتك هي اللي جايبها لك. ايه ده؟ واتس هيلاري دون؟ دي عربيه فينتج يعني. انزل لك
هتزلك؟ ثواني ما نبداش خناق لما الحاج ينزل. مالكش دعوه ولا كده، نازل اتخانق انت. انت يا جدع انت عربيتي فنتج يا حبيبي. ولا عربيتي فنتج برضه. انا عربيتي فنتج اكتر من عربيتك. لا يا حبيبي دي فنتج اكتر منك. اخص عليكم شباب معاصر. عايز حاجة انت مالك انت؟ وانت مالك انت يا عم الحاج؟ احنا ناس صحاب مع بعضنا وبنتخانق. عايز ايه؟ ايه اللي هي؟ الله على العزه يا اخي. انت مالك يا باشا؟ احنا ناس فنتج مع بعض. اه لا مؤاخذه، احنا ناس فنتج ومغنى عالي قوي. ايوه وكلاسيك قوي. ايه قال هي قال هي وقت عبد الروح قال هي ده ولا كانوا شايفينه ده اللي قال ايه؟ بيقول لاخويا العربيه ما ينزل اللي تعجبه فينا ياخده يلففه لغايه الصبح. وجب مكرم مكرم ستوب ذيس كار. قام يا خواجه. ايه ده ايه ده؟ ده ذوقك التاتي قوي. ده لا خواجه ولا نقيله، ده شكله من قصر النيل. بقول لك يا جميل ايه؟ يلا ما تقلقش لو عندي. سلام يا حاج. بسوني ماشي. لو سمحت يا باشا، الكارته دي بتاعت مين؟ الكارته دي لمؤاخذة بتاعتي انا. طب احنا معانا واحد اجنبي عجبك كارته وعايز يتفسح بيها. لمؤاخذة معايا سياح في الدويقه، عايز الحق اوصلهم. يا بلد. طب يا ريس معلش، يعني احنا بس محتاجين نفسح الراجل ده شويه، فبعد اذنك انت بس شوف الدنيا ايه وانا هخليه يروق عليك. ماشي. ويلكم تو كايرو. اتفضل يا باشا. هاي اتفضل اتفضل يا خواجه. حلو خلصنا من اول واحد. يلا على اللي بعده. يلا اسرع شويه يا اسطى. اهو اللي هناك ده. اركن على جنب. لا تركن ايه، شيله. عناي عالمي عالمي. يلا يا اسطى اتكل انت على الله، حاسبه غريب. الله يخرب بيت غريب واللي جابه غريب. خد يا اسطى 50 جنيه مواصله و100 جنيه خطه. يا نهار اسود يا نهار اسود، احنا اللي خبطناه، احنا اللي غلطانين، بس احنا هناخده على المستشفى وهنتكفل بعلاجه على حساب غريب. الله يخرب بيت ام غريب. لا لا دي بسيطه، ندخله جوه ونجيب له الدكتور ويلحق المؤتمر. اخلص. انت بتقول لي مين يخلص؟ بقول لك غريب اخلص، ما تتكلمش خالص ولا كلمه. مؤتمر ايه اللي يتلحق؟ انت لو ابوك اتخبط الخبطه دي هترضى يتكروت كده ولا هتنقله على المستشفى؟ بطلت اقول ايه. قول هننقله على المستشفى. هننقله على المستشفى. ايوه. خلوا بقى السفاره الصينيه لما تسالكم معالجتوش ليه المندوب الصيني بتاعنا، قولوا لهم بقى عشان يلحق المؤتمر. ها ها ها، هاتوا ليموزين ونقلوه على المستشفى. مش مستاهله ليموزين خالص. حلو قوي حلو قوي، مفيش شبكه. Shall we go home now؟ لا لا لا، home now ايه ده، احنا في حته مقطوعه. I need to go home now, I'm so busy. No busy no busy يا خواجه، مفيش، انت جو على طول، يلا توكل على الله. يلا جو. شي يا عم مش عارف تمشي حصان، اقول لك الخواجات بيفهموا في كل حاجه. الو حول، الهدف نزل ولم يتعرف عليا عشان واقف بقفايا، الخطه نجحت يا جماعه. حول يا حبيبي، ما هو كده كده مش عارفك، انت راجل حرامي وهو راجل اسباني، يعني لو واقف بوشك كمان مش هيعرفك. حول الهدف اصبح جاهز وانا انتظر بدء المناوره. حول علم وجاري التنفيذ، ارجو تحديد المكان والزمان. حول انه يتجه نحوك وانا اقف بجانبه انتظر اوامر جديده. حول اوكي، فلنبدا المهمه، فلتسبقني إلى نقطة ألف التي هي بجوار نقطة ب. حول علم وجاري التحديث. حول ابدأ المهمة فورا. حول لا ما تحولش، انتهت المحادثة. شكرا. حول اتسهل على الآخر يا غربة، المندوب الهندي قاعد لوحده من غير جردات. واحنا قلنا كده عن المندوب الصيني وقاعد لوحده ومش قاعد لوحده، وطلع جوز أختي شكلي شان وطوق الضرب في العيال كلها. انت بتقول فيها؟ مع ان عاده الصيني ده في اي حته بيبقى مضروب. انت هتقول لي ماني لما رحت جبت موبايل صيني الرفايده وجبت ترانزستور صيني من شارع ابو عزيز؟ خلاص بقى غريب غريب، خلاص مش وقته. بص احنا هنستغل انه قاعد لوحده وهنخش نرش عليه المخدر دقيقه وهيغمى عليه، على بال ما يفوقوه بقى هيكون المؤتمر راح عليه. صح. يلا
طب مين اللي بيتحرك ورا ده؟ انت مين يا انت وهو يا ايه ده؟ دول بيصوروا، احنا المجاميع اللي جايين نرقص. اطلع بره يا ابني انت وهو، شوف لي حد يطلع لي البغال دول نصور يا ابني. اطلعوا بره يا ابني، حرام عليك، اطلعوا بره بره يا ابني بنصور.